ليه؟ عندي الحلم في البيت. وفراشي ورجلك مكسوره، تقول ايه للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ حبيب قلب، انا من سيدنا الحسين، يعني سيدنا زينب، يعني كماليه، يعني بلد الرجال، جابت ولدين اتنين، شبرا وخيمة والشرقاوية، عبد الفتاح والسيسي، الله عليك، الجمالية، وسيدنا الحسين، ده بقى شهيد كربلاء، زي الشباب أهل الجنة، كل الشباب دي راحت عنه، أول شهيد، سيدنا الحسين، ده بقى حلل في البيت، يلا شغال حلل في البيت شغال عشان هلم الاخوان.